ودعتك يمه يا مصعب رحيله، يا مهجه قلبي من قلبي بدعيله. ودعتك يمه ويا مصعب رحيله. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل متابعي قناة الإعلام عماد زيد من فلسطين. أقدم لكم اليوم هذا الفيديو عن الشهيد قاسم الذي استشهد في مدينة القدس مساء يوم الاثنين شهر 3. أيها السادة الكرام، الشهيد قاسم من مخيم الجلزون دماء تسيل على طريق تحرير القدس الشريف. من مخيم الجلزون شمال رام الله، توجه عبد الرحمن قاسم إلى أثر القدس المحتلة ليكون على موعد مع الشهادة بعد أن روى بدمه أرضها بتنفيذه عملية طعن بطولية. واستشهد الشاب عبد الرحمن جمال محمد قاسم 23 عاما مساء اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي بعد تنفيذه عملية طعن بطولية في سوق القطانين بالبلدة القديمة في القدس المحتلة. ونقول دماء تسير على طريق التحرير. وأفادت عائلة الشهيد قاسم أنه حسب ما شاهدوه من مقاطع فيديو لجنود الاحتلال وهم يطلقون النار على لجنهم بعد إصابته وهو ملقى على الأرض، فإنما هي عملية إعدام وحشية نفذها جنود الاحتلال. واحتسبت عائلة الشهيد عبد الرحمن قاسم لجلها عند الله شهيدا، مؤكدين على أن دماء لجلهم لن تذهب سدى وإنها على طريق تحرير فلسطين أرضا كاملة كاملة. وتأتي عملية قاسم البطولية على أرض القدس المحتلة في ظل ما تشهده الأرض الفلسطينية ومدينة القدس تحديدا من توترات في حي الشيخ جراح وحي سلوان ومخيم جنينة ورام الله وكل مدن فلسطين. وأغلب أحياء القدس وتطبيق من سلطات وتضييق من سلطات الاحتلال على الفلسطيني ومنعه من حياة كريمة على أرضه وفي وطنه. وقبل ساعات من ارتقائه شهيدا كان آخر ما كتبه على حسابه على موقع الفيسبوك عبارة قال فيها: والله أعلم ما في القلوب. هذا آخر كلام كان له الشهيد عبد الرحمن قاسم. ليتحول المنشور بعد بضعة ساعات إلى ساحة للترحم عليه والإشادة ببطولته. رحم الله الشهيد قاسم. ومن خلال ما كتبه عبر صفحته نجد أن عبد الرحمن قد تشرب حب الشهداء والمقاومة، وكان من دعاة التحرير والمواجهة على أرض القدس المحتلة، رافضا خيارات الاستسلام. وهذه أرض لن يستسلم فيها الشعب الفلسطيني ولا أطفال الشعب الفلسطيني ولا نسائي ولا رجالي ولا شيوخ الشعب الفلسطيني. وأكد قاسم فيما كتب سابقا: إذا دقت طبول الحرب سوف تجد الشرفاء بالبنادق. وسيعود هذا الطفل الفلسطيني يتحدى لمدرعاتكم التي اهترأت من ضعف قلوبكم الجبانة، وبقدر الله ستهزأون. ودق اليوم قاسم طبول حرية في القدس ثأرا للقدس والمقدسات، ومؤكدا على ارتباط كل فلسطيني بقدسه وأقصى. فكانت طبول الحرب التي قرعها على أبواب الأقصى على طريق النصر والتحرير. ونشيد هنا ببطولة هذا الشاب قاسم، وبدورها زف مخيم الجلازون قاسم
وأكدت جماهيرنا في مخيم الجلازون ومدينة رام الله وفلسطين أن عمليات المقاومة المتتابعة في القدس المحتلة تشعل النار تحت أقدام الاحتلال وتنذره بعدم ارتكاب المزيد من الحماقات والتغول ضد القدس والأقصى. وقالت في بيان لها إذ دلعا قافلة الشهداء الأبرار الذين سطروا بدمائهم الزكية لوحات شرف في ساحات الدفاع عن القدس والأقصى خلال الأيام الأخيرة. نعبر عن مجرانا واعتزازنا وفخرنا بهذه العمليات البطولية وبانتفاضة شبابنا الثائر، ونعاهد أبناء شعبنا على الاستمرار في طريق المقاومة والشهادة حتى تحرير الأسرى والأرض والبصرة. ودعت أبناء أمتنا العربية والإسلامية إلى تفعيل التضامن مع صمود أهلنا في القدس والمرابطين في المسجد الأقصى المبارك ودعم تصديهم لعدوان وجرائم الاحتلال واعتداءات مستوطنيه. ومن جهتها أكدت حركة المجاهدين أن عملية الطعن تأتي في سياق الرد الطبيعي من أبناء الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية على الاعتداءات المتواصلة بحق الأرض والمقدسات، مضيفة أن العملية تثبت أن شباب القدس والضفة وغزة ما زالوا منتفضين وثائرين. وبدورها باركت لجان المقاومة في بيان لها عملية الطعن ووصفتها بالبطولية، مؤكدة أن الشعب الفلسطيني وشبابي الثائر يمتلكون إرادة وتصميما عاليا على مقاومة العدو ودحره عن فلسطين ومقدساتها، داعية لتصعيد المقاومة والمزيد من العمليات البطولية. وقالت حركة الأحرار أن تصاعد العمليات البطولية في الضفة مؤشرا إيجابيا على حيوية شعبنا وتمسكه بخيار المقاومة رغم التضحيات الكبيرة التي يقدمها من الدماء. وهنا نقول بأن هناك عمليات متصاعدة. صار عبد الرحمن بمسيرة الشهداء والتحق بالشهيد كريم جمال قواسمي الذي التقى أمس أيضا خلال تنفيذ عملية طعن على أبواب المسجد الأقصى المبارك، وكذلك التقى الفتى يامن نافذ جمال مساء أمس خلال مواجهاته في بلدة أبو ديس. وذكرت إذاعة جنين جيش الاحتلال أن 4 عمليات طعن وقعت في القدس خلال الأسبوع الماضي وأصيب فيها عدد من جنود الاحتلال ومستوطنيه. ورصد تقرير فلسطيني دوري ارتفاعا ملحوظا في أعمال المقاومة ضد الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية والقدس المحتلة خلال شهر فبراير الماضي. تلوعت بين عمليات إطلاق نار واشتباكات مسلحة ورشق بالحجارة والزجاجات الحارقة. ووثق التقرير الصادر عن مركز معلومات فلسطين معطى استشهاد 6 مواطنين وإصابة 719 بجراح مختلفة، فيما بلغ عدد عمليات المقاومة 835 عملية أصابت 27 جنديا ومستوطنا إسرائيليا بينهم 14 في القدس المحتلة. نذكر هنا أن المصدر هو فلسطين الآن. سيداتي وسادتي، عمليات المقاومة في فلسطين مستمرة وعمليات السلام أيضا مستمرة في فلسطين لدحر الاحتلال الإسرائيلي عن أرضنا المحتلة من قبل جنود الاحتلال الإسرائيلي. هذا هو الشاب قاسم، قدم نفسه وروحه ودمه فداء للأقصى والقدس والمقدسات الإسلامية في فلسطين، نصرا مؤزرا بإذن الله تعالى. ونقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. صدق الله العظيم. رحم الله الشهداء والبقاء لهم في جنات الفردوس الأعلى. إلى هنا أيها المتابعون الكرام، كانت
هذه الحلقة عن الشهيد قاسم، رحمه الله رحمة واسعة، ورحم الله شهداء فلسطين كافة، وإلى اللقاء. ودعتك يمه يا مصعب رحيلة، يا مهجد قلبي من قلبي بدعيلة. ودعتك يمه يا مصعب رحيلة، يا مهجد